ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. هذا اللي أنا أدوره من شعب. مثلي للشيخ زايد رحمه الله، كلمته شهيرة في قطاع الزراعة: أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة. اليوم الحمد لله احنا وصلنا لغاية ما كنا ندركها ولا كنا نتوقعها الحمد لله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن دعم قيادتنا الرشيدة لا محدود لنا. ووجه من المنبر هذا الشكر، رسالة شكر لكل حكامنا، الله يطول أعمارهم ونكون على حسن ظنهم إن شاء الله. العزم بدو وحضر كانوا على غيص وسيف، ناس يشدبها الظهر والطيب يجزونه بطيب، وفي عيالهم يجنى الثمر ما بين طيار وطبيب ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب. العصب أصبح له مقر ويضخ من حاب جانبه. لقد تحدى أبو راشد بإصراره على المضي قدما أمام جميع ما واجه من صعوبات وتحديات كثيرة في هذا المجال، فقد واجه في سبيل تطوير مشروعه الزراعي الكثير من العوائق والصعوبات، من حيث عدم وجود طرق معبدة للوصول إلى مزرعته الخاصة والتي أقام مشروعه الخاص على جزء من مساحتها، فكان يتكبد الكثير من الخسائر لكي يستطيع توصيل المنتجات الزراعية وهي في حالة سليمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء لآل الاتحاد، كما عودناكم دوما على استضافة شخصيات بارزة وناجحة داخل الإمارات العربية المتحدة. ضيفي اليوم من إمارة أبو ظبي السيد سعيد راشد مبارك الرباعي المنصوري، صاحب مزرعة أبو راشد. أهلا سيد الكريم. أهلا وسهلا فيكم. بداية لو بتعرفنا على شخصك لجميع متابعينا. سيد راشد مبارك المنصوري من سكان أبو ظبي. نتحدث عن البدايات سيد سعيد، عن بداية نقول الرغبة في العمل في قطاع الزراعة، هذه العلاقة التي ربطت بينك وبين النباتات كيف جاءت؟ الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، واهتمامنا بداية كان رغبة واكتفاء ذاتي لمنزلي وأهلي وناسي،
فبعد ما اهتمينا في النبات وأثمر وكلوا من الثمار هذا أهلي وربع والناس الحمد لله، فحثونا على أن احنا نتوسع في هذا المشروع ونزيد في الثمار والإنتاجية الحمد لله. واليوم احنا وصلنا مرحلة الحمد لله ممتازة نقدر نقول إن شاء الله. يعني كانت في البداية تجربة ممكن شخصية للزراعة بعض النباتات على المستوى الضيق، ثم توسعت في المشروع. نعم نعم صحيح، أول ما بدينا احنا بدينا في الفواكه بشكل عام والخضار بشكل عام، والحمد لله أنجزنا. ما كانت يعني كميات كبيرة بس كانت نوعيات كثيرة. نعم والحمد لله الكل أثمر عندنا الحمد لله، وكنا من ثماره الحمد لله، من سواء من الفاكهة أو من الخضار بشكل عام. نتحدث عن بداية هذا المشروع، بداية قيام المزرعة عموما، أكيد كل بداية فيها بعض الصعوبات أو بعض التحديات. دعنا نقول تحديات الأولى لسيد سعيد في بداية طريق الاستثمار في قطاع الزراعة. هو أختي بداية كان مش استثمار، هو كان بداية كفاية للاكتفاء ذاتي، وبعدها احنا توسعنا في المشروع وصار مشروع تجاري، جزء منه تجاري. بداية المصاعب كانت كثيرة والتحديات كانت كثيرة، منها الأجواء ومنها ارتفاع درجات الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع درجات البرودة، فكل هذه مخاطر على النبات. فالحمد لله تجاوزنا المراحل هذه بخبرة الحمد لله، ووصلنا للغاية اللي احنا كنا ناويين نوصلها ان شاء الله الحمد لله. العمل الناجح او المشروع الناجح لا يقتصر فقط على الشخص منفذ هذه الفكرة، ولكن دائما نحن نرغب في الداعمين، في الأشخاص الذين يشجعونك. من أكثر الأشخاص كانوا داعمين لحضرتك في بداية الفكرة وشجعوك على الإقدام والتوسع أكثر؟ الحمد لله أكثر ناس شجعوني على مشروعي مثل ما أسلفنا أهلي، وكانت رغبة مني نفس الوقت. وبعد ما بديت أزرع واهتميت في النبات فصار عندي شغف كبير للزراعة والتنويع، وهذه كانت اللي هي القصد الأول يعني. دعنا نتحدث قليلا عن الاستثمار في الإمارات في هذا القطاع بالذات، بما أنه حضرتك خلاص أصبح يعني المزرعة أصبح لها مكان استثماري موجود وفي المصاف الأولى أيضا، فبالتالي هي منافسة لنشاطات مماثلة للمزرعة. ماذا يسعى سيد سعيد من خلال مزرعته لأن تكون منفردة ومختلفة في إنتاجاتها عن بقية المزارع؟ أكيد أن هناك يوجد منافسين وبشدة، والمنافسة الأولى هي المخاطر اللي احنا قاعدين نمر فيها والمصاعب والأجواء بشكل عام. يبتدي من العناصر اللي لابد أن توفرها للنبات عشان أنه يقدر يعيش ويطلع ويقاوم كل المصاعب هذه، زائد اهتمامي كان الأول في المنتج نفسه وأنه يكون بنوعية خاصة وجودة عالية ويوصل لكل الراغبين أو محبين بالذات ثمار التين. والحمد لله وصلنا المرحلة هذه بفضل الله سبحانه وتعالى. دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع هياكلها وبجميع مكوناتها قيادة ومؤسسات تسعى دائما لدعم المستثمرين ودعم الأفكار النيرة وأفكار المشاريع للشباب هنا. برأيك هذا الدعم الذي تسعى الدولة طبعا تقديمه للشعب وللشباب على وجه الخصوص، كيف يساهم في تنمية القدرات؟ كيف يساهم أيضا في مساعدة كل المستثمرين؟ الحمد لله احنا عندنا قيادة الله يبارك فيهم دعمهم لا محدود لنا سواء في قطاع زراعة أو في أي قطاع تجاري، الدعم مستمر منهم الله يحفظهم، وهذا الشيء
يشجعنا أن احنا نمضي قدما على الزراعة والإنتاج الطيب، ونحث الشباب في أن إذا قرروا أنهم يعملوا سواء مشروع زراعي أو مشروع أي مشروع آخر، لابد أن دراسة جدوى لهذا المشروع ويأخذون فكرة عن معطيات هذا المشروع بشكل عام. لابد كل مشروع أن يوجد لك منافس، ولابد أنك أنت تفكر كيف تتجاوز المنافسين الموجودين معك سواء في السوق التجاري أو في القطاع الزراعي أو القطاع التجاري. سيد سعيد، نرى نتحدث أكثر تفاصيل عن مزرعة أبو راشد، هذه المزرعة المتفردة من خلال النباتات والزراعة اللي موجودة فيها. بجولة سريعة قمنا بها هنا لاحظنا أيضا تنوع كبير، لاحظنا أنه بعض هذه النباتات أو أغلبها تكون قادمة من دول ثانية. نتحدث أيضا عن الظروف اللي حضرتك بتحاول أن تكون فيها النبتة يعني بأسلوب معين بظروف خاصة جدا لتقدم كل هذه الثمار. الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا نظرة ان احنا نستثمر من الدول الاخرى اي ثمار يكون نادر وجيد وطعمه طيب ويكون يقدر انه يتعايش معانا في الاجواء هذا. احنا هيئنا جوين، يعني اجواء داخلية مبردة واجواء خارجية مظللة، فاحنا صرنا ناخذ الثمار هذا سواء شتل او ثمار ونورده عندنا ونزرعه ونكاثر منه باذن الله، والحمد لله وصلنا المرحله هذه اليوم. نعم، نتحدث اكثر عن الانواع، نعدد لمشاهدينا انواع الثمار الموجوده هنا سواء من خضار او من فواكه. هذه الانواع التي قد تختلف اختلاف بسيط، ولكن حضرتك عملت على أنه يكون جميع الأذواق موجودة هنا في هذه المزرعة. نعم، هو الصعب أنك أنت توصل لكل غايات الناس، بس احنا نقول أن ناخذ لو جزء بسيط نوصل لغايتهم إن شاء الله. أنواع الثمار كثيرة، التين الأسباني 3-4 أنواع، التركي نوعين وثلاثة، عندنا التونسي جاي على الطريق إن شاء الله، وعندنا الأسباني عدة أنواع أخرى غير اللي احنا يبناهن، ومن فرنسا ومن أمريكا. الحمد لله اللي احنا نشوفه إنتاجيته كويسة خارج الدولة وطعمه طيب نورده صراحة ونعتني فيه هنا. نتحدث عن هذا المشروع من بداية فكرة إلى أن أصبح مشروع قائم الذات بكل هذه التحديات والصعاب والنجاحات. المستثمر أو الذي يعشق نقول القطاع الذي يستثمر فيه، لأنه لا يتعامل فقط معه من جانب ربحي فقط، أصبح الموضوع يتجاوز عبارة أنه هو جزء من الحياة. حضرتك قلت هذه المزرعة هي حياتي. نعم. هذه الرحلة أو هذا الطريق ابتدأ بفكرة ثم أصبحت أفكار وأصبح هنالك توسع. مخططاتك المستقبلية سيد سعيد لهذه المزرعة؟ المخططات المستقبلية إن شاء الله نحن نتوسع أكثر وأكثر في الأوقات الجاية إن شاء الله، بس تتوفر الإمكانيات نتوسع تدريجيا على بناء الإمكانيات الموجودة عندنا، وإن شاء الله راح النية أو اللي ناويين عليه ان احنا نوصل لجميع الفاكهه اللي في العالم راح تكون هنا ان شاء الله باذن الله. اكيد نتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق والطموح ليس له حدود ولا مستحيل داخل دوله الامارات. شكرا. الشباب الاماراتي هذا شباب الذي هيأت له الدوله وكل هياكلها وجل هياكلها الاطار المناسب للاستثمار والعمل وخلق الأفكار وخلق المشاريع. يخاف أحيانا هذا الشباب من الخطوة الأولى من الإقدام أو يخاف من الفشل نوعا ما، ولكن من خلال حضرتك سيد سعيد، من خلال تجربتك الشخصية في مزرعة أبو راشد، رسالة من حضرتك تشجيعية وتحفيزية لجميع الشباب؟ الرسالة نوجهها لإخواننا الشباب بشكل عام أن يكون يدرسون مشاريعهم قبل البدء في المشروع، وتكون الفكرة شاملة عن المشروع، واتمنى انهم يحتكون في مشاريعهم اكثر واكثر لتجنب
الأخطاء وتجاوز المخاطر والوصول لغايتهم إن شاء الله يا رب. شكرا سيدي الكريم، سعداء جدا بحضور حضرتك معنا اليوم في لآل الاتحاد. السيد سعيد راشد مبارك الرباعي المنصوري صاحب مزرعة أبو راشد، نتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق. شكرا لكم جزيلا، واليوم أنتم أسعدتونا بتواجدكم عندنا، وحد ذاته هذا يعتبر دعم لنا وفي مسيرتنا، وأشكركم شكر جزيلا على اختيارنا لهذه القناة. الحمد لله.